العمائل اللي تختص في النصب والاحتيال او في اخذ الاموال بطريقه غير مشروعه، لان بعض الناس الان وهذه من الاحتيالات اللي موجوده الان، ياتون لشخص يقولوا لي يا فلان تعال سجل عندنا وبنعطيك سعوده او بنعطيك هذا، وهذا طبعا مخالف للنظام جملة وتفصيل، لكن يقول انا جالس في البيت يجيني 1500 3000 او 500 او ايا كان مبلغ، يقول انا جالس في البيت وهذا الشان، ثم يتم استخدام اسمه كسجل تجاري ويفتح له فروع ويفتح له حسابات ويتم تمرير الاموال لعده اشخاص حتى تصل الى السارق. فعلشان نصل اليها بعد فتره من البنك المركزي والادله الجنائيه والشرط تصل 8 شهور 7 شهور بعضها الى سنه عشان تصل الى السارق او الى اللي حاطه بالسارق. لذلك دائما لا تعطي ارقامك السريه او اي اكواد الى اناس لا تعرفهم، ولا تستخدم كذلك التقنيه فيما لا يصلح. قبل فتره قال لي واحد، قبل يومين قال لي واحد ان ولدي دق علي وقال لي بالله ارسل لي رمز الكود اللي بيصلك علشان اني بشتري اللعبه او كذا عن طريق المتاجر او عن طريق انا ما اعرف فيها كثير. فيقول ارسلت له الكود فتم سحب ما في الحساب عندي. وكثير منها تصير بهذا الجانب. هذه قد صارت لنا. تعرضت لها؟ اي والله قد جانا. عندنا هنا مثال حي. ايش يقول؟ تعرض لنفس الطريقه. والله جاتني مثل هذه السالفه. جانا واحد عرض برسيم. برسيم ماله شكله ب 17 ريال. هذا رخيص؟ ايه رخيص، اللي مثله تعينه ب 28 والله. اشوفه وانا مع اني وزير الماليه عند ابوي، جيت صوره ولا قدامك؟ لا موفري كل شيء، مقطع من المواقع، تصوير كل شيء في موقع. صح؟ في موقع حراج او في موقع ما. ايه نعم اسلم. المهم واشوفه طال عمرك وادخل. يقول انا وزير ابوي الماليه. وانا وزير الماليه حق ابوي. طيب تمام، معطيني هذا المنصب. تستاهل الطيب. بس الظاهر عقب الموقف ذا ما ادري. لا خلاص سحب المنصب. اي والله. والروح طال عمرك شفنا البرسيم وخلاص تواصلنا معه، قال يلا ارسلوا لي 1000 ريال عربون. ليه قال ارسل 1000 ريال عربون؟ عشان نضيف اسمه مستفيد. جميل. مستفيد في بنك بنك من البنوك. والمهم قال يلا خلاص، وقال يلا الحين ما اقدر احرك لين تدخلوا، ارسلنا رابط. قال هذا الرابط ادخله هو ادفع رسوم 50 ريال حق المواصلات. شوفوا خلوها بس بسيط 50 ريال. دخلنا الموقع وشفته حاطين سداد كانه موقع حكومي. حاطين صفحه مزوره وهميه. ايوه مزوره كانها حكومي. وندخل طال عمرك الرابط. يوم دخلنا اختر اسم المصرف اللي تبي تدخل، ندخل على احد المصارف وطلب اسم المستخدم والرمز حق دخول البرنامج. ايه حنا ماشي ما عرفنا ايش الدعوه. والله وندخل الرمز وندخل ويجي رساله، هذه جات رساله في الكمبيوتر يشوفها ويدخل البرنامج. يوم دخلنا اسم المستخدم والرمز دخول الضحيه دخل الحساب. ايه كان ده. والمهم خذ الحساب ويسحب 185. لا إله إلا الله. أيوة والله. وعلى وجهها راحت برا. برا السعودية ولا داخل السعودية؟ كل شيء متعامل برا السعودية. لا إله إلا الله. لا أجل أنتم ما عرفتوا الطريقة المناسبة اللي احنا نتكلم فيها، اللي هي اللجوء إلى محامي مختص. لكن بعد الحلقة لنا كلام معك إن شاء الله مع ابو عبد العزيز، مهم قصر ان شاء الله. هذا مثال حي، يعني هذه مساله مهمه جدا، كيف يعني يستغلون جهل الناس ويعرفون ان المختصين في البل بشكل عام على سليقتهم على 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 سجيتهم، فيقول له بيدخل هذا البرنامج ده وتلقى في حسابه بعضهم عنده ضمان، بعضهم عنده كذا، بعضهم عنده التزامات، فيتم ادخاله بهالطريقه ذي البسيطه لانهم مستغلوا اللي هو حاجته صراحة للبل. شوف كيف تأخروا إلى هذا الشيء، ثم بعد ذلك تم استغلال. الله يعوض عليكم إن شاء الله. ولازم يكون في تثقيف كبير. أبو عبد العزيز طالما جاء طاري الإبل، شفناك في الفترة الأخيرة تناقش قضايا في الإبل وحضرت في مهرجان الملك عبد العزيز. أبي أعرف وش علاقة القانون في الإبل؟
جميل جميل جدا. أول شيء من هذا المنبر أمسي على عراب الإبل الشيخ فهد